هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات من محافظة الوادي الجديد. فيها تم الإعلان عن تنفيذ أعمال تأثيث وفرش المكاتب الإدارية وقاعات الاجتماعات الملحقة بمباني الجهات الحكومية المختلفة. أما في محافظة الشرقية فنزل الحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية. أما في المنيا تم الإعلان عن إغلاق الطريق الزراعي بين دير مواس ودلجة لمدة 60 يوم في المنيا. في الأقصر شهدت سماء المحافظة تحليق 27 رحلة بالون طائر على متنها 860 سائح. خلينا نتابع التفاصيل. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. في محافظة الوادي الجديد تم الإعلان عن تنفيذ أعمال تأسيس وفرش المكاتب الإدارية وقاعات الاجتماعات الملحقة بمباني الجهات الحكومية المختلفة، وده في إطار استعدادات افتتاح المجمع الحكومي المميكن للمحافظة وبدء انتقال العاملين لمقر الجهات الحكومية فيه ضمن خطة سرعة الانتهاء من توفير كافة الخدمات وتشغيل المرافق العامة. قررت محافظة الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة السنوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023-2024، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 231 درجة بدلاً من 233 درجة، وفصول الخدمات 195 درجة، والثانوي الخاص 140 درجة. في المنيا أعلنت الوحدة المحلية لمركز مدينة دير مواس بمحافظة المنيا تجديد إغلاق الطريق الرئيسي الزراعي ما بين مدينة دير مواس وقرية دلجة المؤدي لمحطة الرفع بأبو خلقة اعتباراً من اليوم الأحد ولمدة شهرين لاستمرار أعمال خط الانحدار للصرف الصحي بقرية أبو خلقة. في الأقصر شهدت رحلات البالون الطائر تحليق رحلات البالون الطائر بصورة طبيعية، وخرجت بسماء البر الغربي 27 رحلة بالون طائر أقلت على متنها حوالي 860 سائح من حول العالم وسط أجواء مميزة من البهجة والفرحة بين السياح بالبر الغربي. في الأليوبية أعلنت مديرية العمل توفير 596 فرصة عمل شاغرة ضمن النشرة القومية للتوظيف الشهرية اللي أعلنتها المديرية لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، وبدأ التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة، وبيستمر حتى اكتمال الأعداد المطلوبة في 10 شركات ومصانع ومدرسة بمرتبات مجزية، وده في مدن بنها والعبور وشبرا الخيمة والقناطر وشبين القناطر. في البحر الأحمر استقبل مطارا الغردقة الدولي ومرسى علم 125 رحلة طيران سياحية قادمة من أوروبا تقل آلاف السائحين في أعلى معدل وصول للرحلات على مدار الأسبوع حسب جدول تشغيل الرحلات، بحيث تنقل على متنها قرابة 31 ألف سائح من مختلف الجنسيات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة. شهدت محافظة الدقهلية تشغيل موقف ديكرنس الحضاري الجديد بعد الانتهاء من تجهيزه والمقام على طريق ديكرنس المنصورة وإزالة الموقف القديم نهائياً الكائن بأحد شوارع المدينة لتخفيف الضغط على الشوارع ومنع التكدسات المرورية. الموقف تم إنشاؤه على مساحة 4000 متر مربع وبيستوعب سيارات 8 خطوط داخلية وخارجية بتضم 546 سيارة. أعلنت محافظة الفيوم انطلاق مبادرة المحافظة لبيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة بداية من اليوم الأحد، على أن تستمر لمدة 5 أيام في الأسبوع الأخير من كل شهر لرفع العبء عن كاهل محدودي الدخل، وهيتم تنفيذ المبادرة خلال شهر أغسطس الجاري من خلال 6 منافذ ومحل جزارة بمدينة الفيوم.